جزاكم الله خيرا. إذا رأيت أختي قد بان شيء من شعرها أو من قدمها أثناء الصلاة وغطيته لها، هل تكمل صلاتها أم لا؟ لأنني أنا التي رأيته فقط. إذا ستر من كشف منها الحمد لله حصل المقصود، وهي لم تتعمد كشفه. أما لو كانت متعمدة كشفه ومضى شيء من صلاتها وهو مكشوف وهي متعمدة بطلت صلاته، ولا يغني ستره بعد ذلك. نعم.